تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بمقر قيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الجولة التفقدية أثنى الرئيس السيسي على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية، مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري. وقد عاين السيد الرئيس خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد سيادته صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية. وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية، ومبنى محاكاة الرماية، فضلا عن مباني الشؤون الإدارية. هذا وقد ناقش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الأكاديمية في ظروف إقامتهم بالأكاديمية العسكرية واستمع لآرائهم، كما أثنى السيد الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.